التلفزيون بيبقى شغال منخفض وهي في الغرفة وبتقيم الليل ولا يزعجها، فهل هذا يفسد عليها خشوعها شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي لماذا؟ هي ذكرت لماذا تشغل التلفزيون وهي تصلي؟ أكيد ما أعرفش. ننصح الأخت إذا أردت أن تصلي فعليك بإغلاق جهاز التلفزيون تماما، وأن تفرغي قلبك لربك سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أعز من أن يشرك معه أحد في صلاته، فعليك أن تفرغي قلبك بالكامل لربك سبحانه وتعالى. نعم شيخي الكريم.